الزمالك كسب النهارده. الزمالك كسب. الزمالك كسب 2-0 وان شاء الله ياخد الدوري باذن الله. ان شاء الله. بص عايز اقول لك على حاجه، انا زملكاوي لكني احترم النادي الاهلي طبعا، وارى طبعا، وده رايي الشخصي، ان كابتن محمود الخطيب اعظم لاعب في تاريخ الكره المصريه. ده رايي بحياد كزملكاوي. محمود الخطيب اعظم لاعب في تاريخ الكره المصريه، ده رايي الشخصي. وانا احترم الدكتور اشرف زكي يترشح لمنصب. لا 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 على فكره ليه ما وارد يعني ليه ما ليه ربنا يوفق، واحنا بنتمنى ان احنا كفنانين بنتمنى ان فن في اصدار والكره في اصدار.